الخبز، السكر، القهوة وغيرها من المواد اللي الدولة التونسية تدعم فيها منذ السبعينات، ولت اليوم ثقيلة على ميزانية الدولة. فما شكون يقول بدون دعم ما نجموش، وفما اللي يقول لازم الدولة ترفع الدعم. زعم تونس قادرة على رفع الدعم؟ هذه الأطروحة اللي باش يتناظروا حولها غادة شراد ومنتصر جلاصي في حلقة الجمعة هذه من برنامج زعمة. زعمة كل نهار أربعة التسعة متاع الليل مباشرة في بث موحد على عدد من القنوات التلفزية والإذاعية.